حياكم الله شباب في فيديو جديد بعنوان أفضل أنميات الغموض من كل سنة بداية من 2011 وانتهاء ب 2021. الهدف الأساسي من أنميات الغموض هو عنصر مفاجأة المشاهد من خلال الأحداث الغير متوقعة والتقلبات المثيرة والتي تطلب استخدام التفكير العميق للحصول على الاستنتاجات الذكية في جو يسوده التوتر والتشويق. كما يمكن أن تكون قصة أنمي الغموض ممزوجة بجرائم القتل مع ظهور بعض القوى الخارقة. الكثير من عشاق الانمي يفضلون انمي الغموض لانه يجعلهم يشعرون بالتشويق والاثارة، بالاضافة الى متعة المشاهدة اثناء متابعة بعض القضايا المركبة او حتى القضايا البسيطة التي تداعب تفكيرهم. وبما ان انمي الغموض متنوع ويتناول العديد من القضايا المختلفة من حيث طريقة العرض او القدرة على اكتشاف سر الغموض، لذلك سنعرض لكم قائمة متنوعة من انميات الغموض والتي تجمع بين المغامرة والاثارة والغموض. سنة 2011، أفضل أنمي غموض في هذه السنة كان من نصيب شتين جيت، وهو العمل الذي رفع استوديو وايت فوكس إلى القمة. فقصته جمعت بين الغموض والتلاعب بالزمن، فالأحداث في شتين جيت جمعت كل الغموض فيها ونافسه على اللقب أنمي ديري فيوتشر الذي احتوى على بعض الغموض في أحداثه وأنمي جو سيك. وبصراحة كانت الأنميات المنافسة على لقب أفضل أنمي غموض ضعيفة، ولا يوجد الكثير من الأنميات التي تستحق الذكر هنا. سنة 2012، سنة 2012 كانت سنة قوية لصنف الغموض، حيث ظهرت انميات بقوة سايكو باس وانمي جوجو وانمي فيت زيرو بموسمها الثاني. من اقوى انميات الغموض لعام 2012 انمي هيوكا، حيث تدور القصة عن شاب يدعى هوتارو، وهو شاب كسول وغير مبالي، الا انه يحل الالغاز بطريقة اعجازية. وتبدأ القصة عن طلب زميلته ان يحل لها قضية عمرها 45 عاما. تابع الانمي اذا احببت معرفة هذه القضية وكيف سيحل هذه القضية. افضل انمي غموض هو شين سيكاي يوري. هذا الانمي مظلوم وغير مشهور، لكنه بلا شك من اجمل انميات الغموض التي ستتابعها. لا ريب بان قصة شين سيكاي يوري سوداوية للغاية. القصة تلقي نظرة على المستقبل السوداوي المظلم الذي سيلحق البشرية بعد 1000 عام من زمننا الحاضر، حيث يشكل العالم على الانهيار. لا شك بان شين سيكاي يوري ليس صاحب السبق في معالجة هذه الفكرة، بل إن التصور السوداوي المظلم حول مصير البشرية المستقبلي يشكل مادة نما جذرها في الأدب والروايات منذ أمد بعيد. وقبل أن ننسى، وجب التنويه هنا لإنمي جميل وغامض وهو إنمي أنظر، حيث تدور القصة عن فتى اسمه كويتشي، حيث ينتقل إلى مدرسة يومياما الإعدادية في ربيع عام 1998. يلاحظ جو من الغموض في الفصل، وهناك سر يرفض الجميع التحدث عنه. يتعرف على فتاة جميلة تضع ضمادة على عينها اليسرى وتجلس وحيد طوال الوقت. يلاحظ أن لا أحد يرى تلك الفتاة سواه، وتبدأ حوادث غريبة في المدرسة. سنة 2013، بالنسبة لسنة 2012 تعتبر سنة 2013 سنة ضعيفة في أنميات الغموض، ولكن وجب ذكر أنمي هيلي برينس، وهو أنمي غموض يستحق المشاهدة وتصنيفه تاريخي وخيالي وشياطين وفانتازيا. ولكن لو كنت سأختار الفائز بأفضل أنمي غموض في 2013، فبلا شك لا يوجد أنمي ينافس هجوم العمالقة في الغموض. ومن منا لا يعرف هذه التحفة الفنية، حيث ستبدأ الأسئلة تحوم حول أصل العمالقة وماذا يوجد خلف الأسوار ولماذا يهاجمون البشر. كل هذه الأسئلة ستجعلك تتابع الأنمي بلا توقف. سنة 2014، أول فيلم سأقترحه في هذا الفيديو هو فيلم When Marnie Was There، وهو رواية للأطفال. لكن تخيل عندما يكون الاستوديو المنتج للأنمي هو استوديو جيبلي. الأنمي يوحي لك بأنه أنمي عادي، ولكن عندما تتابع القصة والشخصيات ستجد الأنمي مليء بالغموض المحيطة بشخصيات الأنمي. أيضا أنمي طوكيو غول كنت على وشك اختياره كأفضل أنمي غموض، على الرغم من أنه أنمي أكشن بأحداثه وقتالاته، لكن جانب الغموض ظل ملازما لقصة الأنمي، وذلك أعطى الأنمي جمالا للمتابعين. على أي حال، كان اختيار لأفضل أنمي غموض لسنة 2014 هو أنمي تيرور إن روزونانس. القصة تحدث عن منظمة تقوم بإجراء التجارب على الأطفال، وذلك عن طريق منحهم أدوية تساعد على زيادة ومضاعفة مختلف الوظائف الفكرية والجسدية. لكن في أحد الأيام قام طفلان بإضرام النيران في أرجاء المختبر الموجود داخل مقر المنظمة، وقاما بالفرار بعدها. بعد مضي سنوات قاما بافتعال تفجير كبير قام بهزم مدينة طوكيو، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فهما قد قررا بافتعال تفجيرات أخرى. لكن الأمر المميز أنهما يعطيان الغاز، والذي يحل هذه الألغاز يكتشف مكان القنابل، فكيف سيؤول هذا الأمر؟ سنة 2015، سنة 2015 كانت سنة قوية لأنميات الغموض، فظهر لنا أنمي شارلوت. حتى تدور قصة الأنمي عن مجموعة مراهقين لديهم قدرات خاصة، ولكنهم يسوءون استخدام قدراتهم، حيث يستخدمون قدراتهم لتحقيق مصالحهم الشخصية. الأنمي قصته جميلة ويأخذنا في أحداث ممتعة. وأيضا كان لأنمي روكا نويوشا حضور قوي في هذه السنة،
حيث تدور قصة الأنمي عن 6 أبطال يحاولون إنقاذ العالم حسب ما ورد في الأساطير، لكن يتفاجؤون عندما يقابلوا بعضهم البعض بأنهم 7 وليس 6 أبطال، فهل يوجد خائن بينهم؟ وأذكر أنمي سكول لايف، حيث تدور قصة عن تعرض 4 فتيات لهجوم من الزومبي تحت ظروف غامضة، ولكن لقب أفضل أنمي في غموض لعام 2015 يذهب إلى أنمي ديث بارادي أو موكب الموت، حيث تدور القصة حول النفس البشرية بعد الموت، حيث ترسل إلى مكان غامض يسمى كوين دي كيم، ويتم تحديد مصيرها إما للنعيم أو الجحيم بواسطة نظام تحكيم يشرف عليه مخلوقات غير بشرية، لكنهم يشبهون البشر في الشكل، وتحكمه قواعد 3 هي: المحكم لا يمكنه التخلي عن الحكم، المحكم لا يمكنه التجربة الموت لأن الموت يجعله بشريا، المحكم لا يمتلك أي مشاعر بشرية لأنه مجرد دمية. تابعوا هذا الأنمي التحفة وعطنا رأيك في التعليقات. سنة 2016 كانت سنة مفضلة لعشاق الأنمي، فشاهدنا في هذه السنة الأنمي الرهيب آيجن، حيث عشنا قصة غامضة مع الآيجن وهم البشر الذين لا يموتون، والأسئلة التي كانت عن أصولهم وما المصير الذي ينتظرهم. ولا ننسى هنا أن نذكر الأنمي الروعة بونغو ستري دوغز، حيث تدور القصة عن مجموعة تمتلك قوة خارقة تحقق في القضايا التي تستعصي على الشرطة، وهنا جمع الأنمي بين الغموض وقتالات الأكشن الحماسية. وأيضا أذكر أنمي إريسد، أنمي الغموض والرجوع بالزمن، حيث يرجع البطل 18 سنة إلى الماضي من أجل حل إحدى جرائم القتل الغامضة التي ستؤثر على حياته في المستقبل. والآن نأتي لأفضل أنمي غموض لسنة 2016 ويستحقها بكل جدارة، وهو أنمي ريزيرو، حيث يأخذك الأنمي إلى عالم مليء بالأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة، منها طبيعة قدرة سوبارو، وما هي علاقة إيميليا بالصحراء، وما حقيقة روزويل. كل هذا جعله من أنميات الإسيكاي التي يجب متابعتها. سنة 2017، بعد سنة 2016 وعرضها لأقوى أنميات الغموض، أتى الدور على 2017 وكانت التوقعات عالية بخصوصها ولم تخيب الظن، فعرضت لنا أنميات فريدة ومتميزة مليئة بالغموض ستبقى في الذاكرة. فنافس في هذه السنة أنميات مثل أنمي ACCA وأنمي Principal وأنمي Land of the Lustres وأنمي Girls Last Tower، ولكن يبقى أنمي واحد تفوق على كل الأنميات المذكورة واستحق لقب أفضل أنمي غموض لعام 2017، وهو أنمي Made in Abyss. واحدة من أكثر الميزات التي ستعجبك في الأنمي خصوصا إذا شاهدته بنسخة البلوراي هي بناء العوالم فيه وجمال الخلفيات التي ستدهشك من جمالها وكمية الجهد المبذول في بناء هذه العوالم الساحرة. إذا أردت أن تنصح صديق لك بأنمي جميل، يجب عليك ترشيح هذا الأنمي له، حيث سيأخذك في رحلة عاطفية وملحمية في نفس الوقت. سنة 2018، لسوء الحظ لا يوجد الكثير من أنميات الغموض التي تستحق الذكر هنا، خصوصا إذا قارناها بالسنة التي قبلها 2017، ولكن أذكر هنا أنمي Be the Beginning. تقع أحداث المسلسل في المستقبل، حيث يحاول علماء تربية نسل لإنسان مثالي على أمل أن يعم السلام العالم. وعندما أوشك العلماء على تحقيق هدفهم من خلال عدة أطفال، قاموا بإرسال أطفال الجدد ليحصلوا على مزيد من التدريب، ولكن يتم اختطافهم على يد منظمة شريرة تقوم باستخدام قواها لتنفيذ أفكارها الخاصة لفرض نظام جديد للعالم. ولكن أفضل أنمي غموض لعام 2018 بعيدا عن الأنميات اليابانية هو أنمي صيني يدعى مودا زوشي، وهو أنمي مقتبس من رواية مشهورة في الصين. وعندما نتكلم عن عوالم مليئة بالظلام والسحر مودا زوشي، فهنا نتحدث عن دراما وقتالات الأكشن، حيث ستأخذنا الشخصيتين الرئيسيتين في عالم روحي مليء بالغموض. سنة 2019، لا يوجد الكثير من المنافسة على أنميات الغموض في هذه السنة، لذلك سأختار أكثر أنمي أعجبني لهذه السنة من أنميات الغموض، وهو أنمي أرض نيفرلاند الموعودة، حيث صور مشاهد الرعب والدراما والغموض من خلال قصة البشر مع الشياطين آكلي لحوم البشر. وعندما أتكلم عن أنمي نيفرلاند فبالتأكيد أتحدث عن الموسم الأول، لأن الموسم الثاني كان مصدر بحق الأنمي. ولأكون صادقا، لا يوجد الكثير من الأنميات التي نافست في هذه السنة، لكن سأذكر بعض الأنميات هنا التي تستحق الذكر، منها أنمي هالو وورد، وهو أنمي حيث جمع بين الخيال والرومانسية، وأنمي أسترا لوست إن سبيس، وهو من أفضل الأمثلة على تحسن القصة مع كل حلقة تتابعها. وبالرغم من بداية القصة البطيئة، لكنه استطاع منافسة أنمي نيفرلاند. سنة 2020، في هذه السنة تضررت صناعة الأنمي بسبب جائحة كورونا، وكان سببا في تأجيل كثير من الأنميات، لكن شاهدنا أنميات مثل تاور أوف جواد، ومع أن هذا الأنمي كان يغلبه طابع الأكشن إلا أنه يحتوي الكثير من الغموض، والتي استمتعنا بمشاهدة الأنمي مع كل حلقة، وهو إحدى الويبتون الكورية التي ستنافس الأنمي الياباني في المستقبل. ولا ننسى في هذه السنة أنمي موريارتي،
فإذا كنت من محبي قصص شارلوك هولمز الكلاسيكية في البحث عن القضايا والجرائم، فيجب عليك متابعة هذا الأنمي. وأذكر هنا أنمي تيلنس نانا، أو بإمكانك وصفه أمونج أس الأنمي. لكن بالنسبة لي أفضل أنمي هو أنمي إنفيدد، وهو مسلسل خيال علمي غموض وتحقيق في الجرائم. ستشعر بأنك تشاهد مسلسل حقيقي وليس أنمي لكثرة المشاهد الأكشن والغموض، فإذا لم تتابع الأنمي يجب أن تعطيه فرصة. سنة 2021، إذا تتابع أخبار الأنمي فلابد أنك سمعت عن أنمي أوت تاكسي هذه الأيام، حيث يوجد الكثير من الناس تتحدث عنه وعن جمال الأنمي، وبعضهم رشحه ليكون أنمي الموسم، ولكن بالنسبة لي لم يصل إلى هذه المرحلة. وعلى الرغم من احتواء الكثير من الغموض، إلا أن جائزة أفضل أنمي غموض لعام 2021 هو لأنمي صيني يدعى لينك كليك، حتى دول قصة عن تشينغ تشاوشي ولوج وانغ، وهما يعملان في محل تصوير صغير يدعى استوديو الوقت للتصوير الفوتوغرافي. لكن متجرهم لا يختصر على التعامل مع الصور بطريقة طبيعية فحسب، بل هما يستخدمان قوة معينة للانتقال إلى ما بداخل صور زبائنهم. تلك القوة تسمح لأحدهما بالعودة لوقت التقاط الصورة وفي جسد من التقطها، سواء أراد أحدهم اكتشاف شيء معين حدث حينها، أو سرقة بيانات معينة، أو التلفظ بشيء لم يتجرأ على قوله في تلك اللحظة. والكثير من الأعمال الغريبة التي يطلبها منهم زبائنهم، لكن الوظيفة لها مخاطرها، إذ لا يجب العبث بالماضي ولا يجب تغيير الأحداث الرئيسية فيه، وإلا سيؤدي ذلك لتغيير الحاضر أيضا ولأشياء لا تحمد عقباها. أكثر ما أعجبني في هذه القصة أنها بفكرة جديدة غير مكررة، والغموض الذي تجمع أحداثها غير متوقعة. وقبل أن لا ننسى، يجب أن أذكر أنمي آخر أعجبني في هذه السنة وله مستقبل قوي ينافس الأنميات على لقب أفضل أنمي عند صدور موسم ثاني له، وهو أنمي منتقمو طوكيو. فببساطة، إذا لم تتابع فقد فوتت الكثير على نفسك كمتابع للأنمي. وفي الختام، نتمنى أن نال إعجابكم هذا الفيديو، واذكر لنا في التعليقات أجمل أنمي غموض شاهدته من كل سنة وشاركنا برأيك، ولا تنسى دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتشغيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد في القناة. ونختم بسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.